انا اسمي حسن مصطفى حسين محمد وسني 28 سنه ومعايا شهاده دبلوم صنايع والمهنه نجار موبيليا شغال نجار بقى زي ما انت شايف كده بعمل اوض نوم سراير دواليب كنب كل حاجه واخد المهنه ديت عن ابويا عن جدي يعني دي ورشه عيله جدي عن اب عن ابويا كده فواخدها وانا عيل صغير من عندي حوالي بتاع 10 سنين فدي شغلانتي حتى في المدرسه مثلا كان صنايع كنت برضه في قسم نجاره فهي دي شغلانتي اللي انا عارفها ما اعرفش اشتغل حاجه تانية بس فهي دي الشغلانه اللي عرفتها وتعلمتها عن ابويا وعن اجدادي وده محلنا وكده اه طبعا اللي ساعدني ابويا وجدي الله يرحمه وابويا بعد كده الله يرحمه يعني وفضلوا واقفين معايا وان هم كانوا صحاب المحل وفضلوا واقفين معايا واحده واحده لحد ما بقيت انا صاحب المحل وقال تمام يعني بقيت شغال وعشرة على عشرة مفيش اي حاجه والله من جيت اللي بيطلع بيكفي ديت هي ارزاق وانت فاهم اليومين دول في السوق العمليه نايمه ف شغال هو بيقضي واللي مش شغال كده هي ماشيه واحده واحده يعني قبل ما يحصل الهوجه ديت كده كان بيكفي بصراحه وبيفيد كمان انما دلوقتي يا دوبك الواحد بيغطي مصاريفه يعني الواحد مش شغال عشان يغطي مصاريفه لازم يبقى شغال بس فهي ارزاق بتمشي ارزاق ممكن تبقى في اسبوع شغال وشهر نايم اسبوعين شغال وسنه نايمه فهي مهنه كويسه جدا النجاره حاجه جميله مش حاجه وحشه اه فيها تشغيل دماغ وفيها فكر وفيها حزق يعني تفضل تحسب وحاجات هي بتحسب مقاسات تحسب تفصيل خشبك انت ما بتنزلش تجيب خشب مثلا متفصل انت بتفصل خشبك تجيب حته خشب تفصلها ازاي تعرف تعمل منها شباك تعرف تعمل منها اوضه تعرف تعمل منها الكلام ده فديت عايزه دماغ برضه عايزه دماغ مثلا انت دماغك تبقى رايقه تعرف تفكر لان غلطه فيها كبيره انا مره غلطت طل اصبع 9 غرز غلطة فيها وحشة فلازم تكون شغال مثلا وانت صاحي ومركز وفاهم الدنيا فيها ايه انا احب المهنة دي قوي يعني شغلانتي بقول لك شغلانتي الوحيدة اللي انا عارفها في حد ينفع يسيب شغلانته انا ما اقدرش ممكن تكون متفق مثلا على الشغلانة دلوقتي تنزل تجيب خشب هتلاقي الخشب غلي ما بتبقاش عارف بقى ترجع العربون للزبون يا اما تعملها بخسارة يا اما تكسب حاجة قليلة يا اما تعملها كأنك شغال وخلاص كده هي دي العقبه اللي بتقابلنا قبل غايه كانت عمليه ماشيه عادي ممكن كنت تحط من المصنعيه بتاعتك بس شغال عاديه يعني انت فاهمني انما دلوقتي انت يا دوبك بتجيب مصاريف يوميتك اللي انت واقف شغال في يوميه بتجيب مصاريف محلك ويوميتك بالعافيه ممكن يوم انا امبارح مثلا طول اليوم ما جاليش غير 80 جنيه هدفع منهم ايجار ورشه ولا هدفع منهم كهرباء ولا هدفع منهم قبضي فهي أرزاق بتمشي أرزاق يوم كده ويوم كده بس فالحمد لله يعني ماشي سعر الخشب في غلو النهاردة الموسكي بقى ب8000 جنيه والزان بيبدأ معاك من 10 والقارو بيبدأ معاك من 14 فأسعار غالية كان يمكن كان الأول كان الموسكي مثلا ب2200 فكان الواحد بيشتغل كنت تلاقي مش ملاحق على الشغل شغال يخلص شغلانة تلاقي شغلانة تانية تخلص شغلانة تلاقي شغلانة تانية إنما دلوقتي لا أنت بتخلص شغلانة وتقعد جنبها لحد ما يجيلك شغلانة تانية النهاردة الأوضة العمولة بتبدأ معاك من 12 الأوضة اللي هي اللي على قد المودرن الجرارات والكلام دوت الحاجة السادة والحاجة اللي فيها حلية والستيل بتبدأ معاك من 18 وأنت طالع عمرها ما كانت بتحصل كده كده هي بتبدأ معاك مثلا من 8 والتانية تبدأ معاك من 12 إنما إحنا دلوقتي بقينا في فرق شاسع لا كنت ب 500 جنيه مش بحاجه قليله مش كانت شغل غير هي الدنيا كلها زادت هي الدنيا كلها زادت الاسعار كلها زادت البنزين غالي فبيغلي مثلا بيحملوا الخشب بالعربيات النقله تزيد التاجر بتاع الخشب يروح مزود كده فالاسعار كلها ما تغلى فانت ما بتعرفش الغلو دوت بقى من التاجر ولا الغلو دوت من المحافظه اللي منزلاه ولا والله ولا بتهتم ولا حاجه هم عاملين ماسكين ضرايب وتامينات وما بتشوفش منهم اي حاجه يعني عندي والدي قبل ما يموت بقيت بقاله بتاع اسبوعين ثلاثه اهو طلع معاش بيبقى كام 450 جنيه بعد 60 سنه في الشغل و 450 جنيه يكفوا ايه فين بقى الحكومه في الوقت ده
كذا تاجر جنب بعض، محلات كلها بتنزل، ده ممكن يديك سعر مثلا، وده ممكن يديك سعر، وده يديك سعر، فما فيش مراقبه. ولو مراقبه يبقى الاسعار كلها واحد، انما انت ما فيش، كل واحد بسعر بمزاجه. لا، هي ناس كتيره مشهوره عن مهنه الموبايل، ناس كتير قوي. يعني عندك في عيله مثلا في دار السلام كبيره اسمها عيله العدوي، دي مشهوره جدا بالموبايليا والكلام ده. في ناس كتيره مشهوره بالموبايليا. لا، ما انا ما اعرفش في مصر عموما، بس هي في ناس كتيره مشهوره بالموبايليا، يعني معروفه النجاره ديت من زمان. بيقول لك بارك الله في التجاره والنجاره والله انا وصفه ان هي مهنه كويسه، بس يهودونا في الاسعار عشان الواحد يعرف يشتغل. يعني واحد بنزل من بيتي انا غاوي الشغل، ممكن ما اجيش في السنه كلها، اديني شغل بس طالما انا شغال خلاص. انما مش شغال هفضل قاعد قدام الورشه اعمل ايه؟ بصرف من جيبي. المفروض الواحد بينزل يشتغل عشان هو اللي ايه الشغل يصرف عليه. لا، انما انت بتصرف من جيبك لحد ما يجي لك شغل. يعني انا في شغلانتي مسميني الحاوي، عشان بعمل اي حاجه، بعمل اي حاجه بالخشب. اي حاجه بالخشب انا بعملها، بشكل حته الخشب زي ما انا عايز. مسمينها مثلا الحاوي، عيلة الحاوي، عشان مشهورة في الخشب، بيعملوا اللي هم عايزينه في الخشب.